بسم الله الرحمن الرحيم، ساداتي وسيداتي تحياتي. مع اول يوم في 2018 ظهر واحد اسمه يوسف السايح بيدعي انه بيكلم ربنا وانه اتصور مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والفيديو انتشر انتشار غبي وحقق اكتر من 5 مليون مشاهدة في 3 ايام بس، وداخل على حوالي اكتر من 100,000 شير، مش كده يا جو؟ لا ادعي انها حقيقة. طيب انت مش بتدعي، اثبت لنا طيب ان انت بتكلم ربنا. انا وزوجتي كنا لسه متجوزين في 2015 من 3 سنين. حلو، وبعدين خدنا سحر زي ما اي حد ياخد سحر، بس سحر مأكول في البطن اللي هو اشد السحر اللي هو منشار النفاثات في العقد. ده ادى الينا الى مرض الى موت. ذهبنا الجميع لبعض المشايخ، طبعا ما حدش عالجنا. بالمختصر في صوت بيناديلي يوسف انني انا الله، ومن هذا كلمني ربنا. لحظة واحدة، هو انت مسحور ولا ربنا بيكلمك؟ يعني انت بنفسك بتقول انك شربت سحر وسمعت صوت بيقولك يوسف انني انا الله، يعني سحر يا جو. امال بتقول ربنا كلمك ازاي؟ هو ممكن الشيطان يطلع لواحد يقوله انا الله؟ ممكن. احد الصالحين اسمه عبد القادر الجيلاني، والقصة مشهورة عند اهل العلم. تاه في الصحراء وفضل ماشي ايام مش لاقي لا اكل ولا شرب. فجأة لقى سحابة منزلة عليك حاجة كده زي الندى، ولقي نور عظيم جدا، وسمع صوت بيقول له يا عبد القادر انا ربك وقد احللت لك المحرمات. لو واحد زي جو كده كان سجد ركعتين شكر لله. بس الشيخ عبد القادر رحمه الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسأ يا لعين، عرف ان صوت شيطان، فانطفى النور وسمع نفس الصوت بيقول له يا عبد القادر لقد نجوت مني بعلمك، لقد اضللت بهذه الحيلة 70 عابدا قبلك. يعني ممكن اي حد يسمع صوت الشيطان وهو بيقول له كده، بس صاحب العلم هو اللي بينجو من الفتنة دي بعلمه. حلو كده، تعالوا بقى نشوف جو قال ايه تاني. انا قلت بيكلمنا الله، وقلت ادي الرسول متصور معايا وبيتجلى بيدي. دي لما قلت انا ربنا بيكلمني ما صدقنيش، قال لي خد الصورة دي، وادي الصورة يا اخوانا، وادي يدي الشمال. تمام، يعني لما قلت للناس انا بكلم ربنا ومحدش صدقك، ربنا قال لك خد الصورة دي وريها لهم. لا يا شيخ، طب وريها لنا كده يا جو. واكد من يدي الشمال نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، واتحدى على مستوى الكون انا متصورها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبيدها ها وها نفس الجلابيه ده ها، كله يجي يثبت. انا مالي انا اهو، انا بتكلم اهو وبتحدى الكون ومتصورها مع رسول الله. لا، وايدك الشمال باينه وكله يجي يثبت، وبتتصور مع الرسول بايدك بس. اقنعتني انت كده، اقتنعت انا، اشتريت منك كده خلاص، استغفر الله العظيم. طب ايه حقيقه الصوره دي؟ شايفين الصوره دي؟ دي صوره نشرها صفحه اسمها اهل الله عليهم سحائب الرضوان لعلماء الشام. تمام، شايفين الصورة دي بقى؟ نشرها نفس الصفحة من 2015 لشيخ باكستاني اسمه السيد محمد صباح الجيلاني. مش هي دي نفس الصورة اللي بيقول عليها؟ ولو عايز تتأكد أكتر ادخل على جوجل واكتب السيد محمد صباح الجيلاني واتفرج على صوره. يبقى ازاي بقى ده النبي ويوسف بيه متصور معاه؟ بس الصورة دي ممكن يوسف يقول انها متفبركة، لكن أظن لو في فيديو الشيخ ده ظاهر فيه هيأكد لنا كدب يوسف، صح؟ طب ما تيجوا اوريكم فيديو للشيخ ده. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب. اظن دلوقتي واضح قوي كذب يوسف السايح، او ممكن ما يكونش بيكذب، ممكن يكون فعلا ملبوس، او يمكن يكون في سبب تاني. على نفس الفيديو حد اسمه محمد عبد الستار كتب التعليق ده، ان يوسف تاجر مفروشات من بلده وانه مريض نفسيا وبيعمل كده عشان عليه شويه ديون وعايز يتهرب منها، او ممكن في الاخر يطلع في سبب غير الاسباب دي كلها. ما تقول يا ابني انت عايز ايه وتريحني. وهقول لك حاجه بشرى للريس، انت يا ريس مش ريس، انت يا ريس مش ريس، انت ملك. عرفت يا ريس ان كل البشر جايالك؟ يا ملك انت مش ريس، انت ملك. وهتقول فين الراجل ده؟ هو الموضوع طلع كده. طب انا لحد هنا عملت اللي عليا ووضحت لكم كذب السايح، واظن بعد الكلمه دي كل شيء انكشف المبان. في النهاية العيب مش عليه، العيب على الإعلام المحترم اللي راح عمل معاه لقاء وهو مش عارف يرد عليه، العيب على 100,000 شخص اللي عملوا شير للفيديو ده، والعيب الكبير على اللي صدق الكلام الفارغ ده. من حقهم الغرب يسبقونا مادام دي عقولنا وده تفكيرنا. اعملوا شير للفيديو ده عشان الناس تعرف الحقيقة زي ما عملتوا شير للكذب. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.